أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. سنبدأ أصدقاء الفيديو بتقييمات سلسلة الأمانة، حيث فانز الجزء الثالث سعداء جدا ويعتبرون أنهم انتصروا لأنهم تطوروا يا رفاق، هم تقدموا ووصلوا إلى واحد في فئة التوتال. والله بصراحة هذا الأمر يضحكني، أظن منذ بداية الموسم الثالث تحصلوا للمرة الثانية فقط على واحد، ولا تنسوا الفاصلة. المهم أصدقائي لنبدأ بالتقييمات، حيث في فئة التوتال وصل إلى 1.03، وفئة إي بي 0.63، وفئة إي بي سي 1 0.64. المهم أصدقائي الأصفار لا زالت محتفظة على مكانها. أريد فقط أن أقول لبعض الأشخاص كيف لهم أن يستمتعون بالتقييم وهم الأصفار تتمايل جانب الرقم الذي يعتبرونه هم أنه خيالي، أقصد ذلك الواحد، ويعتبرونه هم إنجاز يا له من عار. على أي صعود يتحدثون؟ أتساءل أحيانا من هم الأشخاص الذين يحبون الموسم الثالث؟ إنه بصراحة موسم رخيص ومشاهد متكررة من الموسم الأول والثاني، وهناك عدم احترام للممثلة السابقة التي نقلت الكثير من المشاعر للجمهور بطريقة تعابير وجهها. لا يمكن إنكار أن سيلا ممثلة محترفة وفريدة من نوعها، وشاهدناها في مسلسل الأمانة بشخصية سحر لن ننساها، فلا يمكن محو ذكريات سحر. وهذا الموسم مجرد نسخ ولصق لجميع المشاهد السابقة للموسمين. كما أيضا تم تنزيل فيديو لخليل إبراهيم جيهان وهو يلعب مع ابنات المذيع نيو أو المعروف نوح، والفانس تمنوا لو أن خليل إبراهيم جيهان كان له أبناء لأنه سيكون أفضل أب، وقالوا أنه من الواضح يحب الأطفال، وأكيد أصدقائي من منا لا يحب الأطفال. الله يرزق كل محروم يا رب، والله يعطي كل خير لخليل إن شاء الله. كما أيضا أصدقاء اليوم المخرجة المعروفة ميرفي جيرجين، والتي لها أعمال كثيرة مثل أمي وسلسلة فرحة وتلك حياتي وليلى والعديد من الأعمال كما قلت الناجحة، وهي أيضا كاتبة سيناريو وكتبت مسلسل المعلم الذي كان من ضمن الكاست عفراء ومارت. المهم أصدقائي اليوم قامت بمتابعة خليل إبراهيم جيهان، وأظن إن شاء الله سيكون هناك عمل ونتمنى ذلك، ومن الممكن أن يكون خليل إبراهيم جيهان مرشح لسلسلة من 3 السلسلات التي تعمل عليهم حاليا، ومن الممكن كما قلت أن يكون آخر المسلسل الذي تجري العمل عليه الآن، وهو مسلسل بعنوان سلة قذرة، ويتناول المسلسل قصة خادمات يعملن في عقار فاخر. كما أيضا أصدقائي اليوم تم تنزيل العديد من الصور لخليل إبراهيم جيهان وهو مجتمع في قناة إيميديا تي في، وهي شركة إذاعية وتلفزيونية خاصة في جورجيا. وبما أن نانا وخليل والمنتج الجورجي وسيفدا وممثلة القناة موجودين ومجتمعين على العشاء، فمن الممكن أن هناك اجتماع عمل وتم الاتفاق عليه، وموجود أيضا المغني أنري الذي أصبح صديق لخليل إبراهيم جيهان في أنطاليا. المهم نتمنى فقط لخليل إبراهيم جيهان النجاح إن شاء الله. وأخيرا أصدقائي أريد فقط أن أقول حاولوا ألا تربطوا حياة الممثل العملية بالشخصية، لأن الحياة العملية لها شروط وعقود والتزامات. المهم أصدقائي إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.